بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط بشركة آفاق التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومع درس جديد من دروس مادة الحاسوب والتدريب الثالث في برنامج روبو مايند أوامر التلوين. لأي تدريب كما عرفنا من قبل أعزائي الطلاب يجب توفير جهاز حاسب وبرنامج الروبو مايند. كما تعلم عزيزي الطالب أن برنامج الروبو مايند يوفر إمكانية الرسم على المنصات باستخدام أداة الألوان أبيض أو أسود فقط، وكذلك أستطيع من خلاله رسم بعض الحروف أو المربع باللون الأبيض أو الأسود. خطوات التدريب عزيزي الطالب قبل أن تبدأ بها، يجب عليك أن تعرف الأوامر التي تستخدمها. عندنا هنا ثلاث أوامر فقط. الأمر الأول وهو لون أبيض، حيث يقوم الروبوت باستخدام اللون الأبيض. الأمر الثاني لون أسود، وهنا يقوم الروبوت باستخدام اللون الأسود. كما ترى في الصورة الفرشة تخرج باللون الذي طلبته. الأمر الثالث وهو أوقف التلوين. التدريب الأول اللي هنطبقه إن شاء الله مع بعض هو رسم حرف الـ A باللون الأبيض. نشغل برنامج روبو مايند مع بعض كما تعلمنا من قائمة أبدأ أختار روبو مايند، أنتظر لين يحمل. وعندما ينتهي الروبو مايند من التحميل، أتأكد عزيزي الطالب من اللغة التي يستخدمها الروبوت الآن أمامي هي لغة إنجليزية، أغيرها إلى اللغة العربية وأبدأ بكتابة الأوامر. لون أبيض، هذا هو أمر تلوين باللون الأبيض. ثم تقدم اثنين، يعني تقدم مربعين أو خطوتين. تأكد عزيزي الطالب من أن تكون اللغة سليمة، لا يكون هناك خطأ إملائي. يمين أي اتجه لليمين، تقدم اثنين ثم اتجه لليمين كذلك، ثم تقدم اثنين ثم تراجع واحدة، يعني تراجع مربع واحد أو خطوة واحدة، ثم يمين اتجه لليمين، ثم تقدم اثنين. وكما تعلمت عزيزي الطالب تنفيذ الأوامر يكون من الزر الأخضر الموجود هنا. عندي خطأ هنا، لو تلاحظ أن الخطأ في السطر السابع خطأ إملائي، تراجع الجيم معمولة دال، وأصحح الخطأ ثم أضغط على أمر التنفيذ مرة أخرى. انظر عزيزي الطالب ماذا يفعل الروبوت، يقوم الآن بكتابة الرسم واحد. لو أنت تلاحظ عندي هنا خطأ، وهو في يعني كتابة اللي هو تقدم، المفترض أن أنا عملت يمين لكن للأسف لم تكتب يمين. ونفذ مرة أخرى، انظر عزيزي الطالب هكذا، تمام كده مظبوط البرنامج. إذا عند التنفيذ تظهر لك الأخطاء، تظهر لك الملاحظات التي تلفيناها في هذا التدريب. لنحفظ هذا العمل حفظ باسم ونقول التدريب الثالث واحد، يعني البرنامج الأول فيه. أبدأ بصفحة جديدة حتى أقوم بتنفيذ التدريب الثاني فيها، وهو رسم المربع بحرف كما ترى أمامك عزيزي الطالب في الشاشة، رسم المربع باللون الأبيض مع استخدام أمر التكرار. نرجع للبرنامج بتاعنا تاني الروبوت، وهقول له هنا لون أبيض، لون أبيض، أو كرر، آسف كرر، نبدأ بكرر الأول، كرر أربع مرات، يعني كرر الخطوات اللي موجودة أمامنا أربع مرات، وأفتح القوس اللوب، ثم لون
أبيض ثم تقدم ثلاث، يعني ثلاثة خاصة بطول ضلع المربع أن يكون 3 مربعات، ثم يمين، ثم أنهي التكرار وأطلب التنفيذ لأنظر ماذا يفعل الروبوت. انظر عزيزي الطالب، كما ترى أمامك يظهر أن الروبوت قام برسم المربع كاملا. إلى هنا أعزائي الطلاب وصلنا إلى ختام درسنا اليوم. لا تنسوا الذهاب إلى كلاسيرا، حل الواجبات، الاختبارات، التفاعل مع المرفقات ومقاطع الفيديو، النقاش في غرف النقاش، وكذلك زوروا قناة اليوتيوب الخاصة بشركة آفاق التعليمية، فستجدون فيها كل ما ينفعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.